احتويل بن الرومي بالإيجاء في العصر العباسي. قال فيه المؤرخ المرزواني: لا أعلم أنه مدح أحدا من رئيس أو مرؤوس إلا وعاد عليه فهجاه، ولذلك تجنبه الحكماء والرؤساء. ومن أمثلة شهر بن الرومي يصف كبار أنف أحد الأشخاص يقال له ابن حرب، فقال: لك أنف لي ابن حرب أنفت منه الأنوف، أنت في القدس تصلي وهو في البيت يطوف. مدح بن الرومي أميرا بقصيدة طويلة فلم يعطه شيئا، فكتب إلي: مدحتكم طمعا فيما أؤمره فلن، أما غير حظ الإثم والوصف، إن لم تكن صلة منكم لذي أدب فأجرة الخط أو كفارة الكذب. وقد كان التخلص من ابن الرومي مطلبا للعديد من الوزراء والحكام حتى يتخلص من لسانه الحاد المصمت عليهم. فما كان من وزير المعتضد القاسم بن وهب إلا أن خطط لقتل ابن الرومي بسموما خوفا من أن تمانه سهام وهو برجاء، وقد دس السم في الحنوى التي قدمت لابن الرومي في إحدى مجالس الوزير. ثم تناول ابن الرومي السن وبدأ يسري في جسده ويعطي مفعوله، فقرر ابن الرومي ترك المجلس. فسأله الوزير مسافرا: إلى أين أنت ذاهب؟ فأجابه: إلى المكان الذي بعثني إليه. فقال له الوزير: سلم على والدي. فأجابه ابن الرومي: ليس طريقي إلى النار، ثم توفي. ليثبت للجميع أن لسانه لا يكل من التصنهت على الآخر حتى عند آخر أنفاسه، ليختتم حياته على ما كانت عليه دوما، ويترك لما إرثا أدبيا عظيما لا نفيل له، جعل منه واحدا من عمالقة الشرر عبر التاريخ.